الزباين لما يجون على الفرع يقول ذكرتني بكلام جدتي كانت تسمي البطاطس بوتيرس. حسين الحاجي مستشار التسويق وتطوير المنتجات في مجموعة بوتيرس. كانت بدايتنا في كشك صغير في حديقة ما يتعدى 4×4. ابتدينا الفكرة، قامت الناس تجي بأعداد كبيرة. نتيجة إقبال الناس وحبهم للمنتج الحمد لله طورنا أكثر منتجات. جتنا طلبات في هذا الكشك بنقل الاسم على مستوى الرياض والدمام وبقية مناطق المملكة. جات فكرة الامتياز التجاري ونتيجة اعتمادها في الدولة هنا من خلال وزارة التجارة، شجعنا ان احنا نفتح المجال للآخرين، وهذا راح يكون في خدمة المانح والممنوح. بداية 2018 على طول فتحنا الفرع الثالث، وبعدها انتشرنا بالفرنشايز 5 فروع في 2019، مع بداية 2020 5 فروع فرنشايز، وهذا نتيجة دعم من الجهات الشريكة، بالذات هيئة المنشآت. هيئتنا الأرضية وقعنا أول امتياز تجاري في مقر هيئة المنشآت في معرض، في أحد المعارض في الظهران. ليس الرغبة في الانتشار بشكل كبير جدا بقدر ما هو يكون انتشار مدروس ومن خلال محبين لعلامة بوتيرس ومنتجات بوتيرس. بوتيرس فرض نفسه، حجم الطلب هو اللي فرض علينا ان احنا لازم نعطي هذا الاسم التجاري حقه ويوصل للعالمية ان شاء الله.